السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه اللي تنحضروا بها بريوات ديال البسطيله مالحين. بريوات البسطيله مالحين معنيتها انهم غير بالدجاج والمكونات ديال البسطيله العاديين والبيض كذلك، لكن ما تنديروش فيهم السكر وما تنديروش فيهم اللوز، فهما تيجيو طيبه الملحه ما تيجيوش حلوين، لانه في خصوصا في شهر رمضان تنكونوا عندنا بزاف الحاجات حلوين، تنكونوا دايرين بريوات ديال اللوز حلوين فيهم اللوز، الشباكيه حلوه ومعسله وفيها اللوز. فانا تنفضل في رمضان تندير هاد البريوات تنديرهم مالحين ما فيهمش اللوز وما فيهمش السكر، تيجيو زوينين بزاف. ندوزو مباشره للمكونات اللي عندي. عندي دجاج، ممكن نجيبو دجاج كامل ومن بعد تنخليو له العظم، وممكن صدور. انا تنفضل مباشره نجيب صدور الدجاج، تتجي هي زوينه في الحشوه وتنقصوا علينا داك العذاب ديال نزع العظم من الدجاج. فانا وممكن نعوضهم كذلك بالصدور ديال الديك الرومي. فانا عندي صدور دجاج ملحه ومغسوله بطبيعه الحال. عندي بصلتان، جوج البصلات حجم كبير مفرومه هكا بحال البصله اللي تنفرموها للطياب العادي. عندي 6 ديال البيضات، عندي ماء، وعندي هنايا القزبر والمعدنوس مربطين هكا بالخيط، شويه القزبر شويه المعدنوس. عندي زيت الزيتون ربع كاس تقريبا. عندي السمن، معلقه صغيره ديال السمن بركه. وعندي الثوم، عندي هنا جوج دروس ديال الثوم مفرومين. عندي الفلفل الاسود او البزار، عندي الزنجبيل او سكينجبير. الفلفل الاسود تقريبا نص معلقه، الزنجبيل كذلك نص معلقه. عندي نص معلقه ديال الكركم او الخرقوم، وعندي 4 معلقه ديال القرفه او 4 معلقه راس المعلقه ديال القرفه مطحونه، وعندي بطبيعه الحال الملح حسب الذوق. هذه هي التوابل اللي عندي. تنجيب الدجاج ديالي. واحد الحاجه هنا اللي بغيت نقول لكم، من غير بسطيله يعني اي نوع من اللحوم غادي نطيبوه بالطريقه المغربيه ديالنا عاديه، غادي نصبوا المرقه. فدائما نحاولوا اللحم او الدجاج ديالنا نتبلوه بلا زيت عاد من بعد نديروه في الطاوه، لان شنو تيوقع؟ كاين اللي تيدير الزيت في الطاوه تسخن، ومن تتسخن الزيت تيبدا تيرمي فيها اللحم، ومن بعد عاد تيبدا يحط التوابل. لا، لان الزيت تدير لنا فوق اللحم او الدجاج واحد الطبقه عازله، عارفين حنا الزيت ما تتجانسش مع سوائل اخرى، فهي مباشره تدير واحد الطبقه عازله على اللحم. فحنا فاش تنديروا اللحم في الزيت وتدير عليه ديك الطبقه العازله، من بعد فاش تنديروا التوابل ديالنا فالزيت ما تيبقاش اللحم عفوا ما تيبقاش تيتشرب ديك التوابل، لان الزيت دارت واحد الطبقه بين اللحم وبين التوابل. فحنا الا كنا غادي نديروا ديك القضيه ديال تنسميوها لو شوك، ان تنديروا الزيت في الطاوه وتنرميو اللحم ديالنا مباشره باش ياخذ واحد اللون وتنعطيو هذاك لو شوك، مزيانه. غير هو اللحم ديالنا نتبلوه عاد نديرو له لو شوك الا كنا باغيين نديرو الزيت. فحنا نتبلوه هو الاول، اما الا درنا الزيت هو الاول كونوا متاكدين ان التوابل تتبقى تتلعبي في المرقه، راه ما تتشربش اللحم مزيان. اذا انا كيف تشوفوا هنايا غادي نجيب السمن ديالي بهذا الشكل، ما بغيتش ندير يدي، تنكمل كلشي. تنزيد الثوم، تنزيد البزار ديالي، تنزيد سكينجبير، كركم، قرفه. قرفه ضروريه لان هي تعطي ديك الطيبه ديال البسطيله واخا في الملح لا سكر. ومن بعد تنزيد الملح طبيعه الحال حسب الذوق. بهذا الشكل هذا تنحرك انايا هاد الصدوره ديال الدجاج بهاد التوابل مزيان، تنحس بها تبلات. بطبيعة الحال الا استعملتو يديكم راه احسن باش ديك التوابل تدخل مزيان، داك السمن حتى هو تدهن بها الصدورات الدجاج مزيان. المهم بهذا الشكل هذا تنتبلو الدجاج ديالنا، ومن بعد دابا غادي ندوزو باش نطيبوه. انا غادي ندوز معكم الفوق البوطه
وغادي نشوفوا كيفاش تنطيبوه وتنرميو معاه البصله ديالو. تتشوفوا الطاوة ديالنا ها هي تتسخن على النار، تناخدوا هاد الزيت اللي قلنا ربع كاس تقريبا ديال زيت الزيتون. بغا يدير الزيت العادية او زيت الذرة راه ممكن نعوضو بها، انا تنفضل زيت الزيتون. تنبداو تنزلو بالدجاج ديالنا كيف قلت راه متبل، وهاد الطريقة اعتمدوها في الطبخ العادي ديال كل نهار. انا دائما ما نهبطو اللحم في الزيت تنكونو تبلنا. دابا كون جينا اللحم ودرناه مباشرة هكا في الزيت ما نجيو فين نديرو التوابل حتى غادي يكون صافي دار عليه واحد الطبق. وبطبيعة الحال كاين اللي تيبغي مع هاد البسطيلة المالحة يدير النكهة ديال الحامض مخلل فهو ممكن، ولكن انا بالنسبه للاخوات اللي غادي يحتفظوا بهذا البسطيله في المجمل ما تنصحهمش، لان الحاجه اللي تيكون فيها الحامض مصير وتدار في المجمل كل ما هي طالت كل ما داك الحامض مصير تيزيد يطلق الملح ديالو. الا كنا غنديروه وغناكلوه في نهار وماشي مشكل، الا كنا غادي نديروه في المجمل من الاحسن بلاش الحامض، لان مع المده باش تجبدي الحاجه تتلقايها مالحه بزاف اكثر من الملوحه ديالها ديال النهار فاش صوبتيها، لانه هو معروف ما حدو تيبقى في الماكله ما حدو تيزيد يطلق ديك الملوحه اللي فيه اللي شارج. شوفوا هاد السديرات ديالنا ها هما بداو تيتقلاو. دابا تندير البصله ليهم وتنخليو هاد البصله تنحسو بها تشحرات مزيان، وعاد تنرجعو باش نمرقو عليهم. تتشوفوا البصله ديالنا هي تشحرات، كنخليوها تشحر حتى توصل لهاد الدرجه هكا تتدبل تترخي داك الماء ديالك. تشوف البصله ديالنا كامله راه هي دبلات. تنجيو دابا تنديروا هاد الكزبره والبقدونس طبيعة الحال راهم مغسولين ومربطين. من بعد تنجيو تناخذوا هادي اللي كان فيها الدجاج باش ما نضيعوش داكشي اللي بقى فيها. نبداو تنديرو هاد المي هادين طبيعة الحال الناس اللي في المغرب ديروا شويه ديال الزعفران الحر، شي شعيرات ديال الزعفران الحر. هذا الزعفران شعره كيف تنقولوا راه حتى هو تيعطيها واحد النسمه. انا حيت بطبيعة الحال جايباه من المغرب اعتراه تنحافظ عليه بحال شي ذهب ولا شي حاجه غاليه، يعني ما نقدرش نديرو سمحوا لي ما نديروش نخليها غير شي طياب لشي طياب لشي ناس بحال وجوهكم. ما بحال دابا بسطيله ما نضيعش فيها الزعفران، ولكن اللي في المغرب والزعفران حداه وما يخرجوا يشريوه من المدينه ديروا شعيرات ما فيها بس. شي باش نمرق راه ما تنديرش الماء بزاف، لان هاد الصدرات ديال الدجاج راه تيطيبوا بسرعه. بالنسبه للناس اللي يكونوا ما دايرينش الصدر ديال الدجاج دايرين الدجاج صحيح، ممكن بلاصه ما يديروا بحالي في هاد الطاوه يديروا في الطنجره الضغط باش يطيب لهم الدجاج دغيا. انا ما احتاجيتش طنجره الضغط لان الصديرات ديال الدجاج فدغيا غادي يطيب. انا نزيد شويه الماء تكون الماء قدو قد الدجاج. علاش؟ باش المرقه تدغمر لينا مزيان. نعم كيف تتشوفوا انا كيف مرقته دابا. دابا غادي نسد عليه طبيعة الحال على نار متوسطه، وغادي نخليه حتى نحس بداك الدجاج ديالي طاب مزيان والمرقه شربات وتدغمرات، وغادي نرجعو باش نكملو الطريقه. كيف تتشوفوا عندي ها هو الدجاج ديالي طاب وراه نشف. تنجيو دابا تنهزو هاد الطريفات ديالنا نتاع الدجاج تنخليو غير هاد الدغميره.
فلتت فلتت تنزل معاه حتى هاد المعدنوس اللي كنت حطيت. هاد الشكل هذا كي تشوفوا هي بقات غير هاد الدغميره ديالي راه نشفات مزيان. دابا تنجيب البيض دوك 6 البيضات راني طربتهم بلا فورشيتي شويه هكا ودرت فيهم شويه الملح تنزل بيه. تنبقى تنحرك هنا في هاد البيض ديالي. هنا في هاد المرحله ضروري نتاكدوا ان ديك المريقه ديال الدجاج راه نشفات بقات غير الدغميره كي تنقولوا اللي هي ديك البصيله ما يكونش فيها الماء بزاف. ان كل ما جانا هاد البيض فيه الماء كل ما تيبدا تيقطع لنا الورقه في التعمير. تنبقاو تنحركو هكا البيض ديالنا هو تيطيب وحنا تيحركو حتى تيعقد مزيان. شوفو البيض ديالنا ها هو بدا تينشف. انت شتي انا فاش تنحركو تيبقى لي هنا ما كاينش المرقه بصفه نهائيا خصو يجي هكا ناشف باش ما يفزقلناش الورقه. تنحاولوا حنا تنحركوه تنحاولوا بحال تنقطعوه باش تيجينا مفرتت مزيان ما تيبقاولناش طرافي كبار. هاد الشكل هذا. دابا البيض ديالنا ها هو جاهز كيف تتشوفوا. دابا تناخذوا هاد الدجاج وتنقطعوه. انا تنفضل نقطعوه بالمقص فانا تنقطعوه بالمقص مكعبات صغار وغادي نرجع نخلطو مع هاد البيض هذا. بالنسبه للناس اللي تيبغيو داك اللون الاخضر وسط البسطيله ديالهم ممكن دابا تجيبوا شويه ديال المعدنوس مقرض خضر وتديروه مع البيض والدجاج وتتخلطوه معاهم باش تيعطي داك اللون زوين تيكون المعدنوس فريش. اما هاد اللي مربط هنا اللي طاب مع الدجاج راه غادي نرميوه. غادي ندوز انا نقطع الدجاج وغادي نخلط هكايا. كيفاش تشوفوا الدجاج ديالي هنا قطعته نوريكم هاد الطريف اللي بقى. حنا تنقطعوا بالمقص بهذا الشكل هذا حسن من تفرتيت باليد تيجي الدجاج بسطيله بصفه عامه بالمقص تيجي حسن باليد تيبقاو دوك طرف الدجاج طوال بهذا الشكل هذا. تنجيبو هاد البيض ديالنا بطبيعة الحال هو راه برد تنبداو تنخلطو كلشي مع بعضو هاكا تتكون العقدة ديالنا ديال البريوات ديال البسطيلة مالحين. هاهي راه وجدات كيف قلت في هذه المرحله اللي بغا يزيد شويه المعدنوس انا تنشوفو ماشي زعما ضروري. هذا الشكل هذا هذه هي العقده ديالنا. دابا غادي ندوز نجيب الورقه ديالي ونشوفو الطريقه اللي تنطوي بها العقده. ولكن لازم قبل ما نبدا نعمر البريوات ديالي نتاكد ان هذه العقده بردات تماما فانا نخليها تزيد مازال تبرد شويه وعاد غادي ندوزو باش نطوي. دابا غادي ندوزو باش نطويو البريوات ديالنا. غادي نوريكم اول طويه غادي نطويوها بهذه الورقه اللي هي ديال المغرب بالنسبة للناس اللي في المغرب. تنجيبوها بهذا الشكل تنقسموها على جوج هاد النص هذا وتنعاودو تنقسموه حتى هو هكا. انا عندي حيت كانت في الثلاجه فعندي هادو ناشفين شويه انا غادي نحيدهم. هاد الحواف ديالها
تناخذوا هذا النص حتى هو وتنقسموه على جوج بطبيعة الحال على حسب الحجم ديال البريوات اللي حنا بغينا. وتنجيو لهنا بحال دابا انا عندي هاد الحوافه وما ناشفين شويه لانها كانت عندي في المجمد هاد الورقه من المغرب. تنحيد هاد الحواف هادو بهذا الشكل تنحصل على هاد المستطيل ديالي بهذا الشكل هذا. تنجيب الحشوه اللي سبق لنا وحضرناها تندير قياس ديالي تقريبا معلقه كبيره راه كافيه. تنجي ملي تنحط الحشوه هنا تناخذ هاد الطرف هذا وتنديه عليها بهذا الشكل. تنعاود نجيب لهنا وتنضغط على الحشوه ديالي تنعاود نشوف هكا تنكملها بهذا الشكل هذا. هنا غادي نقطعها باش نعرف السطح. هنايا انا اصلا محضره هذا عندنا الدقيق ابيض والماء تتيولي بهذا الشكل هذا هو اللي تلصقوا به. اهم حاجه في البريوه هي انها ما خصها تجي مسطحه هكا ما خصهاش تجي عامره بزاف ديك العموريه بزاف هي تتخليها تحل لنا اثناء القلي. تجي البراوة ديالنا بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو بالنسبه للناس اللي في امريكا فهذه الورقه اللي انا تنستعمل هنا اللي كانوا سولوني عليها الاخوات ها هي سبرينغ رول تشيلس هذه راه تكون في المحلات الصينيه. ونتاكدوا من هذه العلامه اللي هنا اللي هي علامه حلال اقلعوا عليها هذه راها متواجده فهي تتكون بهذا الحجم. هذا الحجم راه ما تيعاوناش باش نديروا البراوة ديالنا هذه اللي كبيره. فانا شنو تندير تنجيب هذيك الورقه المربعه وتنقسمها على ثلاثه تتعطيني شرائط بهذا العرض هذا. انا نوريكم كيفاش تنتحايل عليها ان صح التعبير. فانا تنجيب جوج ديال الوريقات بهذا العرض هذا تنجيب هاد الدقيق والماء وتلصقهم هنا باش يعطوني داك الطول اللي انا باغاه لان ما نلقاش ورقه بداك الطول. شتي هانتوما تيتلصق تيولى طويل صافي. وتنجي مباشره تنبدا تنحط الحشوه ديالي تنضغط عليها بهذا الشكل تنمشي اليمين يسار يمين ثم يسار حتى تنكمل البريوه ديالي يعني تجيب هاد الشكل. هاد الورقه هادي راه تجي غزاله انا راه تنفضلها على الورقات المغرب شتي انا هادي المغرب راهي وريتكم بها ولكن انا اصلا نخدم بهادي تجي مقرمشه. تندير عاود هاد الدقيق ديالي وتلصق به هاد الشكل هذا. تجيب غادي نوريكم اخر وحده نفس العمليه. تنجيب جوج القطع ديالي بهذا الشكل تناخذ هذا البيض والطحين. هذا ممكن نعوضوه بالطحين والماء ممكن نعوضوه بالبيض حتى البيض راه تيلصق. تلصقوا هذا الشكل تناخذ حشوه ديالي بهذا الشكل هذا تنضغط. اهم حاجه في هاد البريوات سواء تلجس سواء هادو اللي كبار هو انك ملي تكوني تطوي تكوني تضغطي باش ما تجيش مرخيه لان الا جات مرخيه تتبدا تخرج منها الحشوه هاد الشكل. وفي نفس الوقت الحشوه ما تكونش كثيره لان الا كانت كثيره هي فاش تنبغيو نقليوها تتبقى تخرج لنا من هاد الرويصات هادو طبيعي الحال تتبدا تخرج تتبدا تتحرك تولي تتقلى لنا البريوه وتلقاو هاد الرويصات ديالها كحل. السبب ديالهم غير الحشوه تتكون تخرج من تما.
ندير بكا كنديرو في هاد البكا كامل باش يلصق لي مزيان هاد الشكل. هذا هو الشكل ديال البريوه ديالي. انا هنايا صاوبت هاد الكميه هادي كيف تتشوفوا. فانا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجيب بلاطو ديال البلاستيك وغادي نرتبهم كلهم بهاد الشكل هذا مسطحين، وغادي ندخلهم للمجمد حتى يجمدوا تماما وهما مسبارين على بعضياتهم مفروقين، وهم حيت غادي يجمدوا عاد غادي نرتبهم في العلبه ديالي اللي غادي نحفظهم فيها. اذا انا هذا هو الشكل ديال البريوات ديالي. انا ما غاديش نقليهم داكشي علاش ما تشوفوش الشكل النهائي، سمحوا لي انا نحتفظ بهم حتى لشهر رمضان ان شاء الله عاد غادي نستعملهم. اهم حاجه هي انني وريتكم طريقه الطي ديالهم وريتكم الحشوه. اما القلي فراه بطبيعه الحال بسيط، تنقليوهم كما تنقليو اي حاجه. نتمنى يكونوا عجبوكم، نتمنى تجربوهم. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.